الخبر الاول عدنا عن صلح التاريخ اللي صار بين نور ستار ونارين بيوتي. يا حبايب، فنور ما نزل هذا المقطع على قناته اللي كان ويا نارين بيوتي، واللي كانت فكرته انه نارين بيوتي تختار لزوجته المستقبليه النور مار من اليوتيوبر. فمن اليوتيوبر كانت هي نور ستار. يا حبايب، نارين بيوتي صارت تحكي عليها بشكل طبيعي، ولكن اكو خلاف بيناتهم. من واضح يا حبايب انه ما حد اكو حاقد على الثاني، والقلوب صافيه ما بينهم. فان شاء الله يا رب يرجعوا مثل قبل ويصيروا صورون يا بعض. اكو راح اعطيكم اللقطه يا حبايب اللي بعده عن نور ستار. معلقه تطلع يا معلقه رياضيه. شو لك ليك في عنا مشكله بس الا وهي هل انت عندك مشكله اذا مثلا زوجتك اكبر منك بالعمر او اصغر؟ إيه. بالعرف انه بس المقطع يا حبايب، نور ما صار يحكي بيه ويكشف بنوعا ما حقيقة خلافه هو بينه وبين ياسو تيكت. فصار يقول يا حبايب انه بعد ما ياسو طلعت من فريق فافا نابولي، هي جت النور مار طلبت من عنده انه يسوي وياه مقابلة، ولكن هو رفض بسبب تعاقده ويا الشركات يعني. ولكن واضح انه هي عصبت وراحت شالت الفولو من عنده. عليكم راح احطكم لقطة يا حبايب. ما متخانقين وقتها، هي صار مبارك مع شو طلعت هي من فريق معين، بعدين قالت لي انه بدي اعمل معك مقابلة. اوكي. ولا انا ما حسيت اعمل معك مقابلة، كنت موقع عقد مع شركة، فانزعجت منه وشالت الفولو. طيب. وقتها شفنا بعض، بس انا ما حبيت الحركة عملتها فيني، وعني بحترمها لحتى الان. طيب. فكتن يا حبايب بالكومنتات شوفوا الحركة اللي سوتها ياسو كانت صح او غلط. ننتقل حاليا لقمر مارو تنزل شوية ستوريات. بالبداية كانت تشكر متابعيها على وصول قناتها للجيم اللي فتحتها الجديد لل 50,000 متابع، وبنفس الوقت يا حباب نزل شوية ستوريات ويا ريدر وايمو. فتتوقعون يا حباب ممكن يصورون يا بعض ويسوون فريق راح تكون الستوريات. حبايبي شلونكم؟ بالبداية حابة اشكركم انه ماتي قناة الجيمنج وصلت 50,000 مشان نلعب مع بعض. وصلت 50,000 مشترك، فشكرا كلش هواية لكم. تعال يلا ما يلا يلا تعال زوزي. انت خبط تفكيرك زوزي. نروح حاليا مريانة غريب وتهجم المتابعين عليها بسبب تنزيل المقطعين على التيك توك نوعا ما كانت تستعرض جسمها، وبنفس الوقت نوعا ما كانت لابسه ملابس كلش ضيقه مثل ما شايفين يا حباب الفيديوهات الظاهره قدامكم. هذا اللي خلوه المتابعين يا حباب انه صاروا يتهجمون عليها ويقولون انه تستري نفسك وانه طالع بشكل غلط وانه شنو فائده هذه الفيديوهات. فمثل شفت الفيديوهات يا حباب اكتبوا بالكومنتات هل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. وننتقل حاليا لنارين بيوتي تنزل هذا الستوري تطلب من متابعيها انه يقولوا لها شنو حابين يشوفون صور معينه. فواحد من المتابعين قالها كواليس المفاجاه، فهي حطت يا حباب هذه الصوره اللي حسب نعرف انه هي يمكن تكون اغنية بينها وبين موفلوكز مفاجأة جديدة. واحد كتب لها صورة حبيبك، فهي حطت هذه الرسمة يا حبايب. اكو يكتب لها بالكومنتات قامت متحمسين مفاجأة نارين شنو تتوقعون. ننتقل حاليا لبيسان وانس الشايب، وهل صاير خلاف ما بينهم؟ الاغلب لاحظ يا حبايب انه بالمباراة اللي لعبها انس مبارحة انه بيسان ما كانت موجودة بهذه المباراة، ولا حتى نزلت ستوري بعد ما انتهت المباراة اي شيء لانس. ولكن يا حبايب انس الشايب طلع بث مباشر على حسابه بالانستغرام بهذا البث المباشر، تبع من انتهت المباراه واحد من المتابعين صار يساله انه وين بيسان حبيبتك ليش هي مشات موجوده؟ فصار يقول انه بيسان قاعده تجهز المفاجاه، فلهذا هي ما موجوده، وان هذه المفاجاه راح يكون هو موجود بيها بنهايه الشهر. رغم انه صراحه نوعا ما التبرير مو كلش واضح، ولكن ان شاء الله يا رب ما يكون صاير شيء ما بينهم، وان شاء الله يكون والله دهم البعض يعني. راح اعطيكم اللقطه شوفوها. جد؟ ما في تقدير يا زلمه. السند بيسان وين حبايبي؟ حبايبي بيسان حضر لمفاجأة، أنا وبيسان محضر لكم لمفاجأة، عشان هيك حبيبة القلب بيسو ما كانت موجودة معاي اليوم، أنا كثير اشتقت لها والله، بس هي قاعدة بتحضر مفاجأة وأنا راح أكون معها بالمفاجأة، انتظرونا بالمفاجأة كثير حلوة بنهاية الشهر راح نحكي لكم عنها، كثير حلوة كونوا مستنيينها. وبصل حبايبنا صوت المقطع اذا اعجبكم. حبايب ما ادري قاعد يصير باليوتيوب، ولكن اليوتيوب كلش نازل حاليا، فلو سمحتوا بس شويه دعمونا بلايكات على مود نحاول انه نرفع الدعم شويه. وبس كان كفايه زي ما قلت من القصص. احبكم ومع السلامه.